البنات ومرحبا بكم في القناة الأندلسية شمس الحياة. إن شاء الله تكونوا بخير على خير. اليوم في هذا الفيديو يعني باش نقدم لكم بيان سور هاد لا ماشين أكودغ، ماشينة تاع الخياطة اللي شريتها غير كيما لخاطرش أنا في الأصل نحب توسكي مود، توسكي ستيل، توسكي فريمون أبي. نحب بزاف الحوايج، نحب اللبسة، نحب جام اوسي كريي، جام انفونتي، جام فابريكي، جام رياليزي، جام بوكو تشوز. نحب نخدم، نحب نصنع، نحب نبتكر، نحب نكتشف، جام ديكوفرير بيان سور. نحب كلش ما هو تغيير ايضا، لو شانجمون. نحب نبدل اشياء، نغير اشياء، نبتكر ونبدع. نحب كل ما هو فن راقي وكل ما هو موهبة، ونحب نخلق أشياء من لا شيء. نحب نتعلم، الحمد لله أنا عصامية، أنا جو سوي دوي، جابخون تري فيت. دونك ما نكذبش عليكم، ما عندي حتى علم ودراية على زعما ما نعرفش نخيط. بكل صراحة أنا شريتها على خطش حبيت نتعلم، حبيت نتعلم، وما كاش لي زاد معلم. وربي سبحانه يقول لك العلم نور والجهل ظلام. دونك فوالا، ما حد ما علمني، ما شفت حتى وحده باش جي جامي دوموندي كيكان دو مابخوندغ. صح كنت نشوف بكري اختي تخيط، اللي عندها بيان سور ديبلوم اختي في الخياطه والمجبود والفتله، وكنت نروح معاها بيان سور سونتر دو فورماسيون وين كانت تقرا. وصح قرات اختي بكل معنى الكلمه، اختي الكبيره قرات وخدمت لا براتيك، وحتى كانوا يبيعوا يما وهي كانوا يخدموا بكري. كانت يما عندها بكري ماشين اكودغ، دو ماشين اكودغ يما كانوا عندها بكري، وكانت تخيط، علمت تخيط الخياطه ودخلتها في التكوين المهني في لا فورماسيون. وقرات فريمون، قرات اختي، كي نقول قرات اختي الخياطه يعني قرات فريمون بروفيسيونال في الدومين هذا، محترفه. فقط هي ما يعني ما بغاتش تبعد بعيد. المهم اختي موهبه عندها وفنانه، اختي فريمون ارتست، كي تخيط تخيط حاجه فار. فوالا برك هي ما حبتش تعلي علامها، سينو اختي فرانشمون منها اللي بيان سور تعلقنا شويه بهذا النوع من الخياطه. اختي ما بكريش فلا عندها زوج ماشينات نتاع الخياطه، وكانت تخيط قدامي ما، وكانوا يجوا عندها لا فامي باتوا عندنا ويخيطوا. انا نشفى بنت عمتي الله يذكرها بخير، بنت عمتي الزهرة، خيطت لي سروال مقعدة، حنا نقولوا له سروال مقعدة، سروال مقعدة لبسته خطرات في العرس وجاني يهبل وفرحت به. بوفي با ايماجيني ا كال بوان جيتي تري كونتونت. دونك فوالا، وهذا الماشين ان شاء الله راح يخرج العجب المعجب. المهم ما نعرفش نخيط، عمري ما درت فورماسيون، مي كنت نشوف بكري كيما قلت لكم خياط اختي، جو دي اختي الكبيره مع يما يخيطوا، كانوا يخيطوا لي شارت بوغ انفون، وانا كنت نبيع في الحومه، كنت ندور وندور وندور على كامل الحومه والحومات والزنوقي باش نبيع. وجي فريمون غاني، جان دي سو من هذيك الخياطه نتاع اللي كانت خيطها يما واختي، وكانوا يخيطوا بزاف صوالح حتى طابليه تاع ليكول خيطتها لي اختي، وفريمون نشفع لها وكثر خيرها من هذا المنبر. فوالا دونك رانا حنتعلمو نخيطو، نتشو غير بالعقل. انا نحب كلش، نحب نتخيكوتي، نحب الخياطة، نحب الرسم، نحب لو فوت، لو سبور، كلش هذه هواية. هواية فقط باش نتمتعو حنا ونتنزهو نتعلمو. كل ما انسان تعلم حاجة ما يعرفهاش وتعطش باش يتعلم، راح يتعلمها بالارادة بيان سور. فوالا يا البنات، توسكي موديل، توسكي مود، توسكي ستيل، توسكي حاجه من الجمال والفن الراقي نحبها انا. فوالا دونك راني نخيط نتعلم معاكم. ركبت البوبينه بيان سور، وتعلمت ركبت البوبينه وكسرت جي كاسي ماتات، يعني تكسرت وطحت ونط مع هذه الماشينه شويه، ماشي بزاف، سي با تري ديفيسيل. فوالا دونك ركبت البوبينه، عمرتها في هذا الكاش، وشريت صوالح من المارشي، وشريت حتى واحد القماش راني مخبياتو، قماش رخيص ماشي غالي، ولكن انا عندي الجو، عندي الذوق،
راح نخدم لوليدي افوت خافي. مش انا رايحه نخدم لوليدي، انا رايحه نخدم ماسك. ماسك يعني كمامه لوليدي الصغير، على خاطرش الكمامه عاطين لهم هنايا يعني الكمامات اللي ماسك للدراري اللي يقراو في ليكول، يعني ليكول يمد يلوفر لي ماسك بور لا بروتيكسيون بور لا سيكوريتي بيان سور، باش الدراري يحترمو، باش ما يقولكش اه تيان ما يقابلهمش سبال الدراري تلاميذ لي زيلاف لي ليكول المديره ولا المدير ولا القرايب، باش يقولو لهمش لي سيرفيون اه ما عندناش ولا ما شريناش ولا دونك يعطولهم ليكول يمدلهم لي ماسك من ليكول فوالا. دونك ماشي واحد يمدلهم، هاد ثلاثه خمسه هكذا باش يبدلو. مي هادوك لي ماسك لي يديرهم وليدي مسكين لي يقرا في البريمير او سنه اولى، مسكين هذيك اللي شغل يباف يباف يريق عليها ويبقى مسكن غير دو توت لا جورني، زعما كو سوا ديزون في ليكول هنا في فرنسا يحترموا ويعني يخافوا من الفيروس على كورونا يزيد يعاود ينتشر، ويقول لك بلي دراري هما اللي يحملوا الفيروس بعيد الشر. الله يبقي يستر، الله يبعدوا علينا وعليكم وعلى وليداتنا وعلى وليداتكم. وانا دونك كيما راكم تشوفوا هذا لو تيشيرت سامبل، بهذا راني رايحه نبتكر، راني رايحه كيما نقول لك نخترع. دونك راني رايحه نبدا نخدم ماسك، جاتني في بالي هذه الفكره وراح نطبقها. دونك كيما راكم تشوفوا مكتوب فيه لوف او الحب، فوالا عجبتني هذا العبسه هذه. دونك انا رايحه نبدا على ربي ان شاء الله نقطع هذا لو شكل كور، راح نقطعو نبدا نقطع فيه باش نخدم ماسك او كمامه لوليدي الصغير. يلا هنا ان شاء الله تنجح لنا المهمه. ولا كش خياطه نقولها ما تضحكيش علياش جيني، لقيت انا ما عندي يا اختي لا ما قريت في الخياطه هذه، ما تعلمت فيها والو. وشنو هي كنت نشوف خيا اختي ويما يخيطوا بكري، ونحب كما قلت لك نحب توسكي بو توسكي بوتيك وتوسكي الجمال هو في الموضة وكل هذا. طلع شويه برك،
دوك نبدا نغمر في البوبينه ديالي. نشعل الضوء في لابياس هادي باسكو يا با دو بلاص ولا والو. هاني شعلت الضوء والله يضويها علينا وعليكم. قولوا امين امين. فوالا دونك نغمر البوبينه نشارجي البوبينه ديالي. على بالي بلي كامل الخياطات يجيهم شويه صعيبه باش سي ان كاستيت باش يوصلوا العرسه هذيك. دونك نبدا نشارجي اب نبدا نشارجي في البوبينه ديالي. شارجيت البوبينه ديالي ودوك نبدا نخدم نكمل باسكو تقطع لي الخيط. فوالا واش تسكت خصيت غير انت ما عوقتش الله. مبتدئة ماشي زعما راني نتعلم وحدي، دونك حتى واحد لو يعلمني واحد ما راه يعلمني الماشينه كثر خيرها هي اللي اب ان شاء الله ناش الماشينه هذه هاد اللي ناشيه لا الماشينه. اوكي اوكي خايفة تديه ولي تديري صباعي طفرني فيه من بعد باش نشاهد. اوكي اوكي
كيما راكم تشوفوا هذا لو بتي مورسو دو تيسو اللي فيه رسم وكتابه اي ديسان اكريتور اللي جلي شوازي بارابور السامبول اللي عجبني. دونك قطعته على شكل كاري او مربع وخيطته ساير داير في الاكستريم بالماشين، يعني اكودغ اول ماكينه. ونذكر اني مبتدئه لاول مره راح نتعلم، ورا اول مره راني نخيط بالماكينه او بماشين اكودغ. دونك ساعفوني وسايسوني وشجعوني. كيما راكم تشوفوا راني خيطت هذا الوجه ومازال نزيد ندي من نفس القماش تريكو او لو بول كوتي، يعني نوار سور نوار، يعني اسود قاتم هكذا باش نغطي على الشكل الاول، بمعنى شغل دوبلور فوالا. ونقطعه بشكل مربع او كاري وندير هذا على هذا، ونحاول ان نقطعه باش نسويه. من بعد بيان سور نكمل نخيطو باش نلصقو فوالا باش يولي ماسك فوالا. كما يقول لك عليه الصلاة والسلام، من عمل منكم عملا فليتقنه او ليتركه. فوالا دونك نحاولو حتى واذا كنا مبتدئين ديبيوتون، فنحاولو اننا نخدمو ونعملو عمل بكل معنى الكلمة حتى واذا كنا نتعلمو. فوالا دونك انا كانت عندي هذيك يعني الاراده القويه اني نخيط، وبديت بحاجه صغيره وراني نبدا معكم بحاجه صغيره. فوالا ودوك هذا مع هذا نخيطهم للزوج، ودوك تشوفوا معايا كيفاش. فوالا نذكر نقول راني فرحانه بزاف، انا مبتدئه وراني نتعلم معكم كما راكم تشوفوا. Et je suis très très contente. شوفوا معايا دوك نخليكم تتبعوا، راح نخيطوه باش نلصقوا لي دو مورسو دي دو كوتي. هذه هي النتيجة بعد ما لصقنا لي دو مورسو دو تيسو مع بعضهم، أو زوج الأقمشة بعد ما خيطناهم. ودوكا ديت دو إلاستيك أو زوج أو اثنين من الإلاستيك لاستيك اللي راح بيان سور نخيطهم على زوج جهتين، يعني هكذا باش تكون على يعني مستوى الأذنين، هكذا باش تشكل لنا كمامة أو أمس. بوغ مون بوتي يونس، الكمامه لوليدي الصغير اللي عنده في عمره 6 سنين اللي يقرا في الابتدائي. الحاجه الاولى اللي بديت بها هي الماسك او الكمامه. ربي ان شاء الله يرفع الوباء والبلاء، قولوا معنا اجمعين كاملين ان شاء الله يا رب العالمين. ولا يا البنات واش نقول لكم، نقول لكم تكون الصحه هذا ما كان، واللي ما تعرفش كاش حاجه تتعلم وحدها، وان العلم نور والجهل ظلام. وهذه هي دونك نظن باللي اعطوني رايكم في التعليق، والخياطات يعطوني ايضا بيان سور رايهم اللي عندي. فوالا نقول لكم ان شاء الله تعجبكم الكمامه لو ماسك تاع وليدي. شوفوا مبتدئه مانيش اول مره نخيط بالماشينه. فوالا ودوك نلبسها له ونشوفوا كيفاش جاتو وبصحته.